الآن سوف نقوم بتطبيق مشروع الوحدة. سوف أقوم بإنشاء رسائل إخبارية للتذكير بالأحداث الهامة في المدرسة. سوف أختار الأحداث والأنشطة المدرسية الحالية والقادمة مثل أخبار المدرسة، رحلات الميدانية، زيارات وما إلى ذلك. ففي البداية سوف أقوم بإنشاء مجلد. أنا أنشأت مجلد اسمه مشروع المدرسة، بستطيع أني أنا أغيره أو أنشئ مجلد آخر وأسميه My Project، رح أسميه مشروع المدرسة. ورح أختار أول صفحة HTML رح أسميها اللي هي الأكتيفيتي أو الأنشطة أو ما إلى ذلك، رح أسميها أو الأرتيكلز، طيب رح أسميها أرتيكلز .html. الآن أنا أصبحت في صفحة articles.html. طبعاً رح أبدأ بكتابة محتوى الرسالة الإخبارية. طبعاً أول أمر رح أعمله Shift مع علامة التعجب Enter حتى إني أحصل على البنية الرئيسية لي طبعاً الملف. الآن في هذا الموقع أنا لازم إني أضيف اللي هو رابط CSS، بس أنا رح أضيفه بعد ما أكتبه. فالآن رح أبدأ في الرسالة، رح أبدأ بإنشاء وتصميم صفحة المدرسة، ومن ثم أقوم بوضع اللينك الخاص بـ CSS لتنسيق الصفحة، وهذا أفضل. الآن سوف أول شيء في البادي رح أنشئ اللي هو الرسالة الإخبارية. إحنا عرفنا أن الرسالة الإخبارية هي عبارة عن جدول إله هيدر ومحتوى الرسالة وإله فوتر أو ذيل الرسالة. الهيدر عادة إحنا بنختار إيش بدنا يكون فيه، فرح أختار إنه رح أبدأ بأمر التابل. في داخل البادي رح أكتب أول أمر اللي هو التابل، طبعاً رح أعمل إنتر ورح أبدأ ب محتويات هذا التابل. أول شيء رح نختار تابل رو زي ما تعودنا، اللي هو كل صف التابل. بدي تابل رو تكون الستايل تساوي الباك جراوند كولر ورح نختار أي color. رح نختار مثلا هذا اللون، اللون الأزرق. طيب الآن رح أروح على التابل داتا، خلصنا من التابل رو. طيب الآن التابل داتا طيب التابل داتا رح أحط فيها صورة، رح نتعلم كيف نجيب الصورة image. طيب الآن راح أروح على التصفح تبعنا، راح أعمل إشارة بلس وراح أبدأ أكتب كلمة school activity، لأن أنا بدي أحط عن أنشطة المدرسة. راح اختار الايمج وراح اختار اي صوره انا بدي اياها. راح اختار مثلا هذه الصوره، راح اعمل رايت كليك وراح اختار كوبي لينك ادرس وراح ارجع على ملف الفيديو والاستوديو طبعا، راح الصق اللينك في هذا المكان كنترول في. الآن أنا حطيت السورس تبع الصورة، رح أروح على التابل داتا، هي لازم تكون داخل التابل داتا.
صورة table data. تمام، الايمج في داخل التابل داتا. طيب بس بدنا نحدد الويدث والهايت للصورة. طبعا لازم نحدد، احنا اخذنا السورس بس ما حددنا لا الهايت ولا الويدث. راح اختار ان الويدث بدي يكون مثلا 200، والهايت مية خمسة وعشرين مثلا. والالت راح اسميها اكتيفيتي. الان بنسكر الوسم تبع التي دي، نتاكد انه مسكر. نعم هنا طبعا لازم ان احنا نسكر القوس تبع الايمج بهذا الشكل، وننزل نتأكد انه تي دي سكرت خلاص. احنا هيك اغلقنا اول تيبل داتا. طيب الان وطبعا وهي تيبل داتا في داخل الرو الثاني. تيبل رو والتيبل داتا الموجودة فيه، ومن ثم اغلاق التيبل داتا التيبل رو. الان خلصنا من اول صف. الثاني راح اكتب فيه الستايل للباك جراوند، فراح اكتب تيبل هون، راح اضغط افتح تيبل رو جديد، وراح اكتب فيه الستايل يساوي background color. راح نكتب احنا اخترنا الازرق هذا، اختار هذا، شوف كيف بيطلع معنا شكله. طيب بعدين طيب بعد ما خلصنا بدنا نعمل تيبل داتا. في داخل تيبل داتا راح نختار تيبل في داخل التيبل داتا راح نختار كلاس عشان نتحكم فيها من السي اس اس. راح نختارها كلاس تيبل داتا، راح نختارها كلاس، وراح نسميها headline 1 طبعا راح اكتب في داخلها باراجراف، راح اكتب تتبع
راح أكتب تتبع أخبار أنشطة المدرسة. تيبل داتا بعدها إغلاق وسم تيبل رو. طيب راح أفتح الآن تيبل رو جديد. راح أكتب في داخله طبعا أول شيء راح أختار الستايل، راح أختار الباك جراوند كلر، راح أختار هذا اللون اللي هو شبيه الأبيض، راح أسميه احنا هون. طيب طيب احنا هيك خلص اخترنا اللون، راح اعمل تيبل داتا. شو راح احط في التيبل داتا؟ راح اول شيء اذكر باسم الكلاس اللي راح نستخدمها في السي اس اس، راح اكتب كلاس وراح اسميها تكست 1 النص الاول. الآن راح أحط في داخلها باراجراف أكتب عن أخبار المدرسة، أهلا أهلا وسهلا بكم في الصفحة الرسمية للمدرسة، سوف يتم وضع الأخبار الأسبوعية لأنشطة المدرسة وفعاليات فعاليتها
سوف تبقيك هذه النشرة الأسبوعية على اطلاع طيب الآن خلينا نكتب اللي هي الفوتر تبع الرسالة. رح نبدأ بتيبل رو داخل التيبل رو. طبعا رح نتحكم بالستايل بعدين التابل داتا في داخل التابل داتا رح نسمي الكلاس فوتوز يكون هناك إيمج سورس راح اختار اي صورة copy link address راح ارجع على الفيديور راح احط اللينك في داخل السورس تمام بعدين راح اختار راح اكتب الالت تساوي
school style. وراح اختار ال راح اختار الودز. راح نسكر وسم التابل داتا وسم التابل رو. بضل عندي التابل رو ستايل الأخير. الباك جراوند كلر نختار اي قيمة بنيها. اكتب هون ده فوتر. طيب فوتر بدنا نحط فيها معلومات. طيب راح نحط فيها لستة معلومات UL list. طبعا راح نستخدم في داخلها ال i لنكتب محتويات ال list. طيب اول ال i راح احط فيه ال a h ref تساوي أو student mail to. راح نخليها email. راح نكتب mail to نقطتين رأسيتين. راح أكتب info at example. info at example.com. نسكر ال A.
طيب بس خلينا نكتب اللينك تبع الصفحة تبعت السي اس اس تبعتنا وين نكتبه؟ بنكتبه في منطقة تحت الميتا هنا. راح نكتب لينك، راح نكتب ريل، راح نكتب ستايل شيت، راح نكتب التايب، تكست سي اس اس، وراح نكتب الاتش ريف، اللي هي اسمها سكول، يس سكول تيبل سي اس اس. سكر القوس. نعمل كنترول اس وبنروح على الداونلودز، نفتح صفحتنا طبعا نعملها تنشيط. بنلاحظ انه هاي المنطقة اللي هي اللي فيها اللوجو اللي هي الهيدر، وهنا الهيدلاين، هنا موضوع الرسالة، وهنا صورة في داخل الرسالة، وفي الأسفل هي منطقة الفوتر. هاي هي طبعا المشروع المطلوب منا. الآن بس بدنا نتأكد أو نشيك على شيء معين أريد التنويه له، إنه إحنا عندنا لما بنجيب صورة من جوجل لازم لما بنبحث عن صورة في محرك البحث، خلينا نشوف مثلا لما بنبحث عن أي صورة في محرك البحث لازم ما نأخذها من أول صفحة من صفحة النتائج، لأن إحنا زي ما إحنا شايفين مثلا هاي الصورة إحنا اللي بدنا إياها. لو أنا عملت كوبي وعملت كوبي لينك أدرس ما رح تفتح معي الصورة، لازم أفتح الصورة أتبع الصورة في الموقع الرئيسي تبعها وأخذ اللينك تبعها وأنسخه في داخل الإتشرف. نفتح الصورة في الموقع الرئيسي ومن ثم نقوم بعمل هاي الصفحة الرئيسية لموقع الأكتيفيتي أو الصورة اللي إحنا بدنا إياها. الآن صرنا في موقعها الرئيسي ليس في صفحة البحث. الآن أستطيع أني أنا أعمل copy image address، copy image address ومن ثم أقوم بوضعه في طبعاً في المكان السورس تبع الصفحة تبعتي. الآن الارتيكلز بس نتأكد الآن إحنا في منطقة الإيميج سورس، هنا نقوم بنسخ الموقع الرئيسي للصورة اللي إحنا استخدمناها في المشروع تبعنا، وإلا رح يطلع لنا الصفحة الصورة ما رح تفتح معنا في صفحة الإنترنت اللي إحنا قمنا بإنشائها. طبعا انا حطيت لما انا كتبت الفوتر تبع اللي هي اخر جزء في الجدول كان الفوتر المقصود فيه اللي هو ذا فوتر، طبعا انا حطيت فقط معلومه واحده اللي هي الايميل بوكس. طبعا الان انا استطيع اني اضيف معلومات اخرى غير الايميل، باستطاعتي اني انا اضيف مثلا ليست وجواها موقع المدرسه مثلا www.myschool.com مثلا طبعا استطيع ان اضع عنوان يعني حقيقي، عفوا هون لازم اني انا احط طيب في داخل الليست طبعا راح افتح قوس عشان انا اضيف لينك او رابط عشان حقيقي لما افتح عليه يفتح معي، راح احط A، راح احط
href عشان لما اضغط على اللينك يفتح لي موقع. طبعا الان راح احط ال http طيب كيف انا بستطيع ان اجيب رابط صفحة؟ طيب لإحضار رابط أي صفحة، لو فرضنا أن أنا بدي أحط رابط صفحة مدرسة حقيقية، راح أرجع على المتصفح وراح أروح على المدرسة تبعتي اللي أنا بدي أحط عنوانها مثلا، بعمل كوبي، برجع على ملف الفيجوال. طبعا هاي صفحة وهمية، استطيع اني انا احط عنوان صفحة وهمية، بس خليني احط انا عنوان حقيقي عشان بس نضغط عليه نشوف كيف بيتفاعل معنا ولا لا. الان انا حطيت رابط الصفحة اوكي، وراح احط بعد ما كتبت رابط الصفحة تارجت اوكي، وراح احط بلانك وخلص هيك خلصنا. راح اسكر، وطبعا في داخل طبعا هون راح اكتب my school اللي هو اللي راح يظهر للمستخدم my school. تمام، الان بنسكر وسم الاي والوسم الخاص في الاي اللي هي انا ضفتها. الآن أستطيع أن أضيف كمان معلومة، لو أنا بدي أضيف مثلا توقيع أو معلومة شخصية أو إيميل شخصي أو ما إلى ذلك، أستطيع أن أضيفه بنفس الطريقة. طبعا كمان أستطيع أني أنا أكتب باراجراف في داخل منطقة اللي هي التايم داتا. طبعا هنا بعد ما خلصت من اللي هي الليستة راح اكتب باراجراف، واكتب في داخل الباراجراف اكتب انه لإلغاء الاشتراك في الرسائل الإخبارية. وطبعا راح احط هنا زر، فلازم انشئ يعني لينك، فراح احطه في داخل A، راح اعمل في داخل A H ريف بهذا الشكل، ومن ثم راح اكتب يساوي HTT. طبعا نمسح on HTTP HTTP unsubscribe un. هاي إلغاء صفحة الإلغاء. اضغط هنا او كليك هير. بنلاحظ انه احنا هنا البوتوم اختلف عندي، صار في عندي انفورميشن، صار عندي ماي سكول، هي عبارة عن ويب سايت لو اضغط عليه بوديني على الموقع الرئيسي للمدرسة اللي انا اخذت فيها الصورة او اخذت منها الصورة. وراح الاحظ هنا الغاء الاشتراك في الرسائل الاخبارية اللي هي الباراجراف اللي انا حطيتها. اضغط هنا، لو ضغطت راح يوديني على طبعا زي هيك صفحة يعني ما فيها معلومات ولا شيء. طبعا اضغط هنا، طبعا بيكون عبارة عن href أو link. هاي هي الرسالة الإخبارية تبعتنا لليوم. أول خطوة وهي أننا تعلمنا كيف بإمكاننا أن ننشئ جدول، وننشئ طبعا الجدول بجميع أقسامه، سواء نبدأ بالتابل هيد. التابل هيد وهي رأس العمود، طبعا عندي ثلاثة أعمدة: نيم، ماث مارك، هيستوري مارك. بعدين أنشأنا التابل داتا في كل رو. كيف كنا ندخل على كل رو؟ نكتب
table row في البداية، ثم table data يعني المعلومات الموجودة في هذا الرو أو في هذا الصف، ومن ثم الصف الثاني أحمد، الصف الثالث جمال. الآن سوف ندخل على نفس الجدول ونقوم بكتابة تنسيقات الجدول في داخل ملف ال HTML قبل الذهاب إلى CSS وعمل ملف خاص في تنسيقات الجداول. الآن سوف أقوم بالذهاب إلى التابل رو الأول، وسوف أقوم بالتغيير إلى ستايل جديد، باكي جراوند جديدة وما إلى ذلك. راح أروح على التابل رو وراح أكتب جنبها بجانبها طبعا تابل رو ستايل، راح أكتب ستايل، مسموح اني انا طبعا اتحكم بالستايل او في داخل الرو. الان في الستايل راح ابلش بالباك جراوند، باك جراوند كلر طبعا، راح اكتب مثلا اي كلر انا بدي اياه، مثلا بدي الباك جراوند كلر يكون مثلا اقوى اللي هو اللون الازرق. طبعا هذا التابل رو اللي هي طبعا للجدول. الان راح اروح على التابل داتا، استطيع اني انا احط صوره في داخلها بس انا ما بدي احط صوره. طيب كمان ايش بامكاني اغير ال في داخل تابل رو؟ طيب خلينا نعمل كنترول اس ونعمل ريفرش لصفحتنا ونشوف شو راح يصير التغيير بعد ما انا غيرت. شوفي اذا الان اصبح التغيير في اول تابل رو اللي هو النيم، وحط لي اياه باللون الازرق. الان لو طبعا رجعت على ملف الفيجوال وارادت اني انا اغير التابل رو الثاني وطبعا احطه بلون اخر، الان سوف اذهب الى الفيجوال ستوديو وراح اروح على التابل رو طبعا تبع اول صف اللي هو تبع علي. راح اخلي التابل رو هون الستايل تبعه، او طبعا راح ارد اكتب ستايل، وراح اكتب طبعا بقدر اغير المارجن، بقدر اغير الباك جراوند كلر، راح اختار باك جراوند كلر وراح اختار اللون الدارك بلو، وراح اروح على التابل رو تبع احمد، تابل رو تبع احمد نفس الشيء، راح اغير الستايل طبعا وراح اختار باك جراوند كلر، وراح اختار مثلا لون الاكوامار. طيب او طبعا راح اروح على جمال برضو، راح اعمل ستايل ستايل، وطبعا راح اختار في داخل الستايل عفوا الستايل يساوي عشان يساعدني، طبعا راح اختار الباك جراوند كلر، وراح اختار اللون مثلا نرجع على اللون هذا. طيب الان راح اعمل كنترول اس، او هناك طبعا حفظ تلقائي على حسب الملف. الان سوف اذهب واعمل ريفرش لصفحه الانترنت الخاصه في الجدول، راح اضغط. الان تغيرت طبعا الصف علي وصف احمد، بس هنا جمال شكلي انا غيرت التابل رو طبعا في داخل خلية واحدة. سوف اعود الى الكود من جديد، الكود في فيجوال ستوديو. طبعا انا اشوف هون الخطأ اني انا عملت التابل داتا في داخلها غيرت الستايل وهذا غلط، راح اعمل كت لهاي الجملة واضغط واحطها في التابل رو وليس في التابل داتا. كنترول سي كنترول اكس. الان راح ارجع على تابل رو واحط فيها كنترول في، طبعا انسخ فيها الامر. الان راح اعمل كنترول اس لازيف وارجع على صفحتي واعمل ريفرش عشان اشوف انه رجع لي جمال كل الصف على اللون الازرق. ضل عندي محمد، راح ارجع على هنا عندي هنا محمد، راح اروح مش على التابل داتا، راح اروح على انه التابل داتا تحكم لي بسيل واحده، راح اروح على التابل رو اعمل كنترول في راح اعطيها ستايل باك جراوند وكلر. طبعا هون راح اغير الكلر، ما بدي هذا اللون، باك جراوند كلر راح اختار
كمان مرة الدارك بلو. الآن راح أعمل كنترول اس وأعمل ريفرش للصفحة. راح هيك صار عندي نيم وعلي وجمال وأحمد ومحمد، جميعها أصبحت طبعا ملونة بالستايل اللي أنا اخترته للباك جراوند كلر. إيش كمان بإمكاني إني أنا أغير، حتى إني أنا أنسق التيبل داتا. هل بإمكاني إني أنا أنسق التابل داتا؟ نعم، بإمكاني أغير الباك جراوند الخاصة فيها، بإمكاني إني أحط في التابل داتا إيمج، بإمكاني إني أنا طبعاً أغير أي أشياء أنا بدي إياها. برضو كمان في عنا في التابل غير التابل داتا والتابل رو، بإمكاني إني أنا أفتح ملف خاص بالسي اس اس وأغير طبعا البادينج، اني انا اخلي البادينج مثلا له اللي هي هذا اللون اللي هو الفراغ، اخلي له لون معين، اخلي البوردر بلون معين. كل هذا راح نفتح له ملف خاص بالسي اس اس وراح نعمل فيه هاي البيانات كلها. الان بس كان عندنا انه نشوف كيف بامكاننا انه احنا ننشئ جدول باستخدام ال HTML. الان راح نكمل نمط الجدول ولكن بالخروج إلى ملف CSS خارجي. الآن في داخل ملف أو في داخل فولدر مشروع المدرسة راح أنشئ نيو فايل وراح أكتب اسمه طبعا المدرسة أو school table.css. الآن فتحنا ملف خاص بالسي اس اس. هون في هذا الملف إذا أنا بدي أستخدمه في أي مكان بعدين بإمكاني إني أحط الرابط أو اللينك تبعه في أي ملف يحتوي على تابل حتى إني أستفيد من خصائص السي اس اس. الآن طبعاً رح نبدأ بكتابة الأوامر اللي أنا بدي إياها تكون موجودة في أغلب طبعاً التابلز اللي أنا رح طبعاً أستخدمها. أول إشي رح أنشئ البادي، وفي داخل البادي رح أفتح أوكي. الآن رح أخلي الفونت، رح أختار أول شيء نوع الخط فونت فاميلي، رح يساعدني فونت فاميلي. رح اختار نوع الخط مثلا تايمز نيو رومان، في توهاما، في كتير انواع خطوط، رح نختار توهاما. اوبن سانس سيرف هو بيعطيني كل الخصائص اللي تبعها. اذا انا هون انا اخترت الفونت فاميلي اول شيء اخترته. الان راح اعمل على اضافة اللي هي على التابل، راح اتحكم بالتابل، راح اروح وافتح تابل وراح افتح سهم او عفوا اقواس، ومن ثم في داخل التابل راح نتحكم في الباك جراوند كلر. الباك جراوند كلر مثلا انا بدي اياها تكون مثلا هذا اللون او واي زي ما انا بدي. البادينج طبعا هنا رح نعمل انتر ورح اكتب كمان انه انا بدي البادينج او الفراغ يكون ب 25 بكسل، وراح اختار انه يكون طبعا في عنا باتينج توب، في عنا باتينج ليفت، في عندي بادينج، يعني بقدر اني انا بادينج ليفت طبعا اول واحدة بادينج توب، بعديها راح اختار البادينج بادينج راح اختار بادينج ليفت وراح اختارها برضو 25 ليها بتساوية، وراح اختار كمان البادينج رايت برضو نفس المقاس 25. لا
الآن هيك إحنا نسقنا الفراغ ويعني تحكمنا بحجمه وبنوع الخط في الصفحة اللي أنا راح أستخدمها. الآن راح أروح أعمل ستايل للتكست. للتكست طبعا راح أختار أول شيء للهيدلاين، راح نبدأ بالهيدلاين. الآن راح نروح على راح نعمل دوت هيد لاين 1. هاي اسم كلاس، يعني راح استخدمها في نفس الشكل بنفس الاسم في ملفي. راح اختار بادينج نفس الاشي، بادينج رايت، بادينج الاين، بادينج رايت 10 بي اكس. راح اختار تكست الاين، راح اختار رايت، وراح اختار فونت سايز 28 او thickness اللي هي bold. كمان راح نعمل dot text 1 اللي هي الكلاس او اسم الكلاس text 1. راح نفتح الاقواس، راح اعمل انتر text 1. طبعا هو بحط لي خط عشان اسم الكلاس. طيب برضو نفس الشيء راح اعمل padding right. الان راح نكمل، راح نحط dot photo. كل اللي راح الكلاسات اللي استخدمناهم في الملف الرئيسي راح نحطهم هنا، نتحكم بخصائصهم من داخل CSS. طبعا في الدوت فوتوز، طبعا فوتوز يس، راح نحط التكست الاين اول شيء اتجاه النص سنتر، وراح نحط الاوفر فلو اللي هي توسيط للصوره الاوفر فلو. طبعا راح اختارها اوتو. وراح اختار البادينج توب اللي هو الفراغ من الاعلى. البادينج توب راح يكون بمقدار 20، بكتب حسب انا الصفحة تبعتي 20 بكسل. تمام. راح اختار كمان البادينج بوتوم الفراغ من الاسفل، راح اخليه كمان 20 بكسل. تمام، هيك خلصنا الفوتوز. خلينا نروح على الفوتوز ايمج. الفوتوز ايمج راح نفتح قوس، طبعا هاي اسم الكلاس المستخدم في الملف الرئيسي. راح اعمل بوردر ستايل سوليد، بصير اني اختار خط متقطع في كتير انواع. وفي عنا البوردر ويدز اثنين بكسل، في عنا البوردر كولر اي لون انا بدي اياه، خلينا نختار هذا اللون. بوردر راديوس هاي كلها لحدود الصورة، البوردر
هنخليها 6 بكسل. هيك احنا انشأنا الملف الخاص في طبعا ملفنا ال HTML. الان رح نشوف رح نحفظ ورح نشوف كيف بامكاننا ان نكتب طبعا رابط هذا الملف في داخل ملف ال HTML تبعنا خاص بال CSS. هون في هذا الملف اذا انا بدي استخدمه في اي مكان بعدين بامكاني اني احط الرابط او اللينك تبعه في اي ملف يحتوي على تابل حتى اني استفيد من خصائص السي اس اس. الان طبعا رح نبدا بكتابه الاوامر اللي انا بدي اياها تكون موجوده في اغلب طبعا التابلز اللي انا رح طبعا استخدمها. اول اشي رح انشئ البادي، وفي داخل البادي راح افتح اوكي. الان راح اخلي الفونت، راح اختار اول شيء نوع الخط فونت فاميلي، راح يساعدني فونت فاميلي. راح اختار نوع الخط مثلا تايمز نيو رومان، في توهاما، في كتير انواع خطوط، راح نختار توهاما. Open Sans، Sans Serif، هو بيعطيني كل الخصائص اللي تبعها. إذا أنا هون أنا اخترت الفونت فاميلي أول شيء اخترته. الآن رح أعمل على إضافة اللي هي على التابل، رح أتحكم بالتابل، رح أروح وأفتح تابل ورح أفتح سهم أو عفوا أقواس، ومن ثم في داخل التابل رح نتحكم في الباك جراوند كلر. background color، الباك جراوند كلر مثلا انا بدي اياها تكون مثلا هذا اللون او واي زي ما انا بدي. البادنج طبعا هنا رح نعمل انتر، وراح اكتب كمان انه انا بدي البادنج او الفراغ يكون ب 25 بكسل. وراح اختار انه يكون طبعا في عنا padding top، في عنا padding left، في عندي padding، يعني بقدر اني انا padding left طبعا اول واحدة padding top، بعديها راح اختار padding وراح اختارها برضو 25 اللي هي متساوية، وراح اختار كمان البادينج رايت برضو نفس المقاس 25. الان هيك احنا نسقنا الفراغ ويعني تحكمنا بحجمه وبنوع الخط في الصفحة اللي انا راح استخدمها. الان راح اروح اعمل ستايل للتكست، للتكست طبعا راح اختار اول شيء للهيدلاين، راح نبدا بالهيدلاين. الان راح نروح على راح نعمل دوت هيد لاين 1، هاي اسم كلاس يعني راح استخدمها في نفس الشكل بنفس الاسم في ملفي. راح اختار padding نفس الاشي، padding right، padding align، padding right 10 بي اكس. راح اختار text align، راح اختار right، وراح اختار فونت سايز وفونت ويت او الثيكنس اللي هي بولد. كمان راح نعمل دوت تكست 1 اللي هي الكلاس او اسم الكلاس تكست 1، راح نفتح الاقواس، راح اعمل انتر دوت تكست 1، طبعا هو بحط لي خط عشان اسم الكلاس،
طيب برضو نفس الشيء راح اعمل padding right. عشرة. الفونت ويت نورمال. الآن راح نكمل راح نحط دوت فوتو كل اللي راح الكلاسات اللي استخدمناهم في الملف الرئيسي راح نحطهم هنا ونتحكم بخصائصهم من داخل CSS. طبعا في الدوت فوتوز طبعا فوتوز يس راح نحط التكست الاين اول شيء اتجاه النص سنتر، وراح نحط الاوفر فلو اللي هي توسيط للصوره الاوفر فلو. طبعا راح اختارها اوتو، وراح اختار البادينج توب اللي هو الفراغ من الاعلى. البادينج توب راح يكون بمقدار 20، اكتب حسب انا الصفحه تبعتي 20 بكسل تمام. راح اختار كمان البادينج بوتوم الفراغ من الاسفل راح اخليه كمان 20 بكسل تمام. هيك خلصنا الفوتوز. خلينا نروح على الفوتوز ايمج. الفوتوز ايمج راح نفتح قوس، طبعا هاي اسم الكلاس المستخدم في الملف الرئيسي. راح اعمل بوردر ستايل سوليد، بصير اني اختار خط متقطع في كتير انواع، وفي عنا البوردر ويدث 2 بكسل، في عنا البوردر كلر اي لون انا بدي اياه، خلينا نختار هذا اللون. بوردر راديوس هاي كلها لحدود الصورة، البوردر راح نخليها 6 بكسل. هيك احنا انشأنا الملف الخاص في طبعا ملفنا ال HTML. الآن راح نشوف راح نحفظ وراح نشوف كيف بإمكاننا ان نكتب طبعا رابط هذا الملف في داخل ملف ال HTML تبعنا. الآن علينا أن نذهب إلى الفيجوال ستوديو، وبس أفرجيكم مكان كتابة الرابط الخاص في صفحة CSS وين مكان كتابته في صفحتي. طبعا أكتب الرابط في هنا في منطقة الهيد، في منطقة الهيد ويعني فوق التايتل أقوم بكتابة لينك ريل طبعا ستايل شيت التايب تكست وCSS هذا ثابت. أما الHref هنا هي اسم الصفحة اللي أنا كتبتها بالCSS اسمها schooltable.css، طبعا موجودة هون إذا شفناها بنشوفها في طبعا schooltable.css هذه هي. إذا إحنا على حسب الصفحة CSS اللي سميناها بنكتب اسمها هون. إذا فقط أعمل link relation بعدين style sheet هذه ثابتة، التايب تكست و سلاش سي اس اس برضه ثابت، اما الاتشرف هي اسم الصفحه والامتداد تبعها. هذا هو طريقه ربط ملف سي اس اس مع ملف طبعا ال اتش تي ام ال. الان لو روحت وفرجيتكم الصفحه تبعتنا كيف صار شكلها، راح يكون شكلها بهذا الشكل. ولو بدنا نشوف كيفية استجابة الصفحة للأنواع الأخرى من الأجهزة بنضغط على ثلاثة نقاط ومن ثم نختار More Tools أو أدوات أخرى، نختار Developers Tools أو أدوات المطور بضغط عليها، وبعدين بختار طبعا شكل أو بختار حجم الهاتف أو حجم طبعا الصفحة اللي أنا بدي أعرض فيها صفحتي الحالية. نضغط هون اوكي. الان لو انا ضغطت هون مره ثانيه ورحت واخترت
طبعا بيظهر عندي بعد ما عملت ريفرش طبعا الصفحة بهذا الشكل. إذا هي مستجيبة لكافة أنواع الأجهزة أو أنظمة التشغيل اللي راح أفتحها باستخدامها. طبعا لو كان عندي الشكل مش ظابط أو الحجم غير متناسب، بس بتأكد من صفحة الـ HTML إنه موجود عندي الـ Meta Name Viewport. هذا هو اللي أخذناه لطريقة استجابة صفحة الإنترنت الخاصة في طبعا بأنواع مختلفة لأجهزة الهواتف الذكية بالأحجام الصغيرة وحسب ومهما كان نوع نظام التشغيل الخاص به. هذا هو مشروع طبعا المدرسة وطبعا الرسالة الثابتة للمدرسة، وفقط هذا كل ما أريد أن أقوله. لو سكرنا طبعا الشاشة وعرضنا صفحتنا بنلاحظ بأنه رسالتنا الإخبارية ظهرت، وهي على شكل رسالة رقمية منسقة على حسب ما أضفنا فيها من معلومات. كانت معكم دعاء منصور، شكرا لكم.